أنا ورجالها وبحكمة السلطان في أقوالها برسل الرسالة عاجلة لأخواننا برض الخليج جبالها ورمالها أنا إماراتي كويتي من قطر أنا سعودي جنوبها وشمالها أنا من البحرين وأنا من عمان تحيا الخليج شعوبها وبطالها شفت الخبر اللي بعنوانه قطر يا ليت لو خلوا قطر في حالها ذي كعبة المضيوم وأهل الواجبة وتميم فارسها وهو خيالها دولة عليها آل ثاني حاكمة ما خيبوها أو تردى فالها قوما على عد المكارم نازلة والله ولا أحد بلغ من زالها ما عاد فينا حيل من أجل الفتن أمة محمد قطعوا أوصالها والطائفية والفتن في أرضنا شجرة خبيثة واجب استوصالها هذا الخليج وصفنا ما ينهزم حتى تزلزل أرضنا زلزالها وأنا ولو ما كنت ضابط عسكري هذا سلاح المعركة وحنا لها.